بنصبح على حضراتكم مرة تانية وبنقول لكم كده دلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وقت الأرصاد بتتوقع أن الطقس النهاردة هيكون مائل للحرارة تحت أشعة الشمس، لطيف في ظل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. في كمان النهاردة شبورة مائية كثيفة الصبح قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. في فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر. وتفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غني وعضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك طبعا عن حاله الطقس، وخصوصا ان انا يمكن من الناس اللي عانيت النهارده وانا جايه الشغل في الفجر من الشبوره المائيه الكثيفه اللي كانت فعلا سببت انعدام للرؤيه الافقيه زي ما حضرتك بتقولي، يمكن شرحتها بالتفصيل زي ما حضرتك دايما بتقوليها لنا. بالفعل يمكن احنا منوهين من امس عن تكون الشبوره المائيه، ده طبعا وفق توقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه ان اليوم في شبوره مائيه كثيفه قد تصل لحد الضباب في بعض الاماكن او الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري سواحلنا الشماليه مدن القناه وسط سيناء شمال الصعيد. بالفعل الرؤيه الافقيه انخفضت في بعض الطرق، وصلت لاقل من 1000 متر، يمكن كمان وصلت لاقل من 200 متر في بعض الاماكن. في انعدام رؤيه افقيه في بعض الطرق وخاصه الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. ده طبعا احنا بنتاثر في طبقات الجو العليا بوجود امتداد لمرتفع جوي، المرتفع الجوي ده بيحبس الرطوبه والملوثات في الطبقه القريبه من سطح الارض، فده بيساعد على تكون الشبوره المائيه الكثيفه. بالاضافه كمان هدوء سرعات الرياح بشكل كبير فتره الصباح ايضا بتساعد على وجود الشبوره المائيه، وهي بتتكون طبعا في ساعات الليل المتاخر اللي هي الساعه 3 4 الفجر، بتستمر معانا حتى طلوع اشعه الشمس. يمكن الى الان في شبوره مائيه كثيفه على الطرق، وتدريجيا مع الساعه 8 صباحا ان شاء الله تبدا تدريجيا بشكل تدريجي الشبوره المائيه تتلاشى وتبدا الرؤيه الافقيه تتحسن على اغلب الطرق. هل حضراتكم نسقتوا مع الهيئه العامه للمرور علشان يتم غلق بعض طرق مثلا زي ما حضرتك تقولي سريعه وزراعيه والقريبه من المسطحات المائيه؟ طبعا في تنسيق كامل بيننا وبين غرف الازمات في كل محافظه، غرف كمان الدعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء والاداره العامه للمرور. بنقول لهم دايما الحاله الجويه بيكون فيها ايه، كثافه الشبوره المائيه بتبقى موجوده فين، في تنسيق كامل بيننا، وهم ان شاء الله لو في اي قلق على اي طرق بيتم اغلاق الطرق لحين تحسن الرؤيه الافقيه على الطريق. يمكن حضرتك تقولي ان الشبوره كانت من الساعه 3 الصبح، في ناس بتقول انها كانت من الساعه 12 واحده بالليل، يعني واضح ان هي كثيفه النهارده بشكل كبير. هل مستمره معانا لبكره وبعده ولا هتختفي النهارده بشكل ملحوظ؟ خلينا نقول الاول ان الشبوره المائيه هي بتتكون من تقريبا الساعه 12 بالليل تبدا في التكون، لكن الكثيفه اللي بتؤدي لانعدام في الرؤيه الافقيه بشكل كبير على الطرق دي بتبدا تقريبا من 3 4 الفجر، تستمر معانا حتى الساعه 7 8 صباحا. هي الشبوره بيلها معاد تكون طبعا، لكن احنا بنتكلم على الشبوره المائيه اللي بتكون كثيفه بشكل كبير، واللي متوقع ان هي تستمر معانا كمان غدا ان شاء الله. يعني احنا غدا متوقع استمرار شبوره مائيه كثيفه ممكن توصل لحد الضباب. مع يوم الاربعاء ان شاء الله يمكن تبدا تتحسن الشبوره المائيه، بس احنا برضو لازم نتابع النشره الجويه نشوف كثافه الشبوره المائيه كل يوم عامله ازاي، خاصة كمان ان احنا النهارده في ارتفاعات طفيفة سطحية من درجات الحرارة خلال فترة النهار عظمى على القاهرة الكبرى، متوقع انها تكون ما بين 25 إلى 26 درجة مئوية، فبالتالي طقس فترة النهار هيكون طقس مائل للحرارة خاصة تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة في معظم المحافظات الشمالية، حر في المناطق الجنوبية. لو جينا لفترات الليل مع انخفاض قيم درجات الحرارة ده بتساعد بشكل كبير على تكثف الشبورة المائية، متوقع عشان كده احنا بنقول هيكون في شبوره مائيه ممكن توصل لحد الضباب غدا ان شاء الله. بالنسبه لفرص سقوط الامطار اليوم متوقع تكون في فرص سقوط الامطار خفيفه على بعض الاماكن من سلاسل جبال البحر الاحمر، وتقريبا يعني تحديدا في المناطق الجنوبيه زي حلايب شلاتين مرسى علم راس بنات، المناطق دي كلها معرضه لسقوط الامطار. وغدا ان شاء الله الامطار هتبدا كمان تمتد للمناطق الساحليه، تكون في بعض المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط هتكون امطار خفيفه،
احنا الفتره دي هنلاقي فيها استقرار في الاحوال الجويه، لكن في ظواهر جويه بتاثر طبعا زي الشبوره المائيه. فمهم جدا كل الساده قائدين مركبات مسافرين على الطرق لازم قياده بهدوء تام، نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات، نتبع كافه تعليمات المرور. مهم كمان ناخد بالنا من نوعيه الملابس، لان متوقع من غدا تبدا تدريجيا درجات الحراره، كان درجات الحراره ترجع تاني للانخفاض مره تانيه حتى نهايات الاسبوع. بالفعل النهارده هيكون ارتفاع مؤقت، من بكره ان شاء الله ترجع تاني تدريجيا تعود للمعدل، ومع نهايه الاسبوع يكون فيها انخفاض ملحوظ فتره النهار وفترات الليل. بدايه الاسبوع اللي جاي كمان هيكون في زياده في كميات الامطار على المناطق الساحليه، فاحنا عشان كده بنقول لازم نتابع النشره الجويه بصوره يوميه، وطبعا لازم ناخد بالنا من نوعيه الملابس بشكل. حضرتك بتقولي ان في هتمتد الامطار غدا الى السواحل الشماليه او المناطق الساحليه بشكل كبير، هل هيكون في تاثر لحركه البحار؟ لا الحمد لله، هيكون في اعتدال كامل في سرعات الرياح في معظم محافظات الجمهوريه، وده بدوره طبعا هيؤدي لاعتدال حركه الملاحه البحريه على مسطح البحر الاحمر والمتوسط، ارتفاع امواج لا يتجاوز 2 متر، فبالتالي البحرين هيكونوا مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال. هيأثر علينا منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده اللي هيخلي فيه فرص لسقوط الامطار، لكن زي ما قلنا في الاول هي امطار خفيفه مش هتأثر تماما على اي اعمال انشطه يومية. هل هتمتد الامطار دي للقاهره الكبرى؟ غدا ان شاء الله، النهارده ما فيش طبعا اي فرص. لا انا بكلم غدا. على بكره ان شاء الله ما فيش اي فرص سقوط امطار في المناطق الداخليه، فقط زي ما قلنا سلاسل جبال البحر الاحمر، بعض المناطق من جنوب سيناء، ويمكن كميات الامطار هتزيد على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر غدا ان شاء الله، وهتظل في المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، ما فيش اي تعمق للامطار في المناطق الداخليه باذن الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلام بعيد الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معنا. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة العظمى 25 الصغرى 18، العاصمة الإدارية 25 17، الإسكندرية 24 14، العالمين الجديدة 24 14، مطروح 23 12، دمياط 24 18، بورسعيد 23 18، إسماعيلية 26 15، السويس 26 14، العريش 26 16، كاترين 24/5، طابا 27/16، حلايب 27/21، شلاتين 29/21، شرم الشيخ 30/21، الغردقة 28/17، الفيوم 25/13، بني سويف 25/12، الوادي الجديد 30/12، أسيوط 26/11، سوهاج 27/12، قناة 29/15، الأقصر 30/13، وأخيرا أسوان 31/16. بنأكد على حضراتكم مرة تانية نتوخى الحذر عند القيادة في الساعات المتأخرة من الليل ومن الصباح الباكر، ده بسبب الشبورة المائية الكثيفة اللي موجودة النهاردة وممتدة معانا غدا إن شاء الله، علشان فعلا هي بيحصل انعدام شديد في الرؤية الأفقية وقتها. أرجوكم خلوا بالكم. هرجع مرة تانية لشاذلي وجمانة علشان نكمل معاكم فقرة صباحية مصر. شكرا لك دينا. شكرا لك دينا، شكرا جزيلا.